نروح لتصريحات ما بعد مباراة تونس والدنمارك النهاردة. جلال القدري مدرب منتخب تونس قال احنا قدمنا مستوى جيد امام المنتخب الدنماركي، لكن كان يجب ترجمه الفرص التي اتيحت لنا بشكل افضل من ذلك. وعيسى العيدوني لاعب المنتخب التونسي قال لم ناتي الى قطر من اجل الدفاع فقط، لكننا نحاول ان نكون ايجابيين. التعادل امام الدنمارك سيكون دافع ضد المنتخب الاسترالي. كمان هولمند مدرب المنتخب الدنماركي قال الفوز بمباراة تونس كان سيساعدنا كثيرا، لكن الآن الأمور معقدة أكثر خاصة أمام المنتخب الفرنسي. والاسم الكبير في المنتخب الدنماركي إريكسن قال على المستوى الفني كان بإمكاننا أن نقدم أفضل من ذلك، لكن لم نكن محظوظين في اللمسة الأخيرة في الفرص التي أتيحت لنا. دي تصريحات ما بعد مباراة تونس والدنمارك. نروح للقاء أجراه زميلنا العزيز محمود شاكر مع مشجعة تونسية بعد هذه المباراة، ونرجع نكمل كلامنا. مبارين معاكم من المدينة التعليمية تحديدا طبعا بعد مباراة المنتخب التونسي ومنتخب الدنماركي. المنتخب التونسي قدم أداء هايل، ومعايا إحدى المشجعات التونسية، وعاوزة تقولي رأيها في المباراة. والله احنا فرحانين برشا بالمنتخب متاعنا، فرحانين برشا ببلادنا سيغتو، وان شاء الله اللي جاي احسن يا ربي، وفرحانين بالمصريين اللي شجعونا واللي جاوا للملعب اليوم ووقفوا معنا وساندونا. طبعا الجمهور التونسي جمهور جميل في كل حته وفي كل مكان، اكيد كلهم مبسوطين. اصعب مباراه كانت مباراه الدنمارك، وقدروا يحصلوا على نقطه. توفيق اكيد لكل المنتخبات العربيه. واحنا طبعا جماهير المصريه مع كل الجماهير التونسية والجماهير السعودية والجماهير القطرية والجماهير المغربية. طبعا بكرة عندهم مواجهة كبيرة جدا أمام المنتخب الكرواتي، إن شاء الله يكون الفوز حليفهم.